ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايمن عابدين معاكم. النهارده هنتكلم عن مسدس روب الين تيمبرلاين. روب الين اخيرا قرر ان هو يستخدم خشب في المسدسات بتاعته، بس الفرق بقى المره دي انه مش خشب بس، قرر يستخدم كاربون فايبر ومباراه يبقى خشب. الاسباب الرئيسيه ان روب الين قرر يستخدم خشب ان هو بيعمل ابزورب للريكويل اكتر، يعني بمعنى المسدس مش هينطر من الجامد. المسدس بيجي في 3 احجام، 80 90 متر 110. الخشب اللي روب الين استخدمه هنا الخشب المهجوني، قوي برضو كالعاده. هنا برضو هنلاحظ ان روب الين حاطط حاجه اسمها لودنج اسيست، تبقى سهله بالنسبه لك انك انت تيجي تعمر المسدس. روب الين عمل حاجه جديده هنا برضو، حط قطعتين حديد هنا وهنا. القطعتين دولت عباره عن مشبكين للربر. الاساتك بتكون قاعده على المشبك الاول لما بتيجي تعمر المسدس، وبعد كده بتشبك الاساتك على المشبك الثاني. السيفتي بتاع روب الين المميز والمعروف جدا، سهل الاستخدام. ميكانيزم روب الين الفريده من نوعها، التريجر معمول من اسيتال مقاوم بالكيفلر، والسير معمول من ستانلس ستيل. بس بصراحه الكومبينيشن كويسه جدا، انك انت كاربون فايبر معروف ان هو خفيف وقوي متين، الخشب تقيل، فالمسدس البالانس بتاعه هيبقى احسن بكتير، ان هو بيعمل فلوتنج كويس جدا، وهتاخد المميزات بتاع الخشب زورب للريكويل كويس جدا. وما ننساش طبعا دوت سيراميك مازل، يعني البكره بتجري بسرعه جدا وكويسه جدا. حاجه نسيت اقول لكم عنها، جوه الهاندل في تقلات، وكل مسدس معمول من عند روب الين تيمبر لاين عامل له بالانس، بينزلوا بيه حمام السباحه بيجربوه وبيشوفوا البالانس بتاعه كويس ولا لا. طبعا كالعاده اساتيك روب الين الغني عن التعريف، المسدس بيجي مع اساتيك 16 ملي. بصراحه المسدس غالي بس الكواليتي بتاعته عاليه جدا. اسعار المسدس بتبتدي من $2,300 استرالي ل $2,400 استرالي.